سلام، ده رجال معاكم ام كامل اهو، محمود كامل. والنهارده يا شباب طبعا عندنا فكره اسطوريه جدا، لان النهارده مش زي المقاطع الغريبه اللي احنا بنشوفها، لان النهارده يا عيال بوبي الشرير في محل الالعاب ولاول مره في الحياه الحقيقيه. زي ما قلت لكم كده، يوتيوبر صاحبنا يعني كان عنده كريزي حبتين، يعني مجنون، ايوه حبتين فعلا يا عيال، لانه نام يوم كامل في محل الالعاب عشان يشوف الهاجي واجي او بوبي الشرير. فكرت النهارده ان انا اساعده وان انا اوصله المقطع ده 100,000 لايك. عايزك تحط لايك الجدعانه واشتراك الجدعانه وتفعيل جدار زر الجرس الجدعانه. لو عملت الاربع ثلاث حاجات الجدعانه وصليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وقلت سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، اعرف ان شاء الله دي ممكن تكون سبب في انك تدخل الجنه. فاكيد انك لو حطيت لك الجدعانه 100% ان شاء الله تساعدني بقى ان شاء الله وعائلتنا تكبر كده ونبقى كبار كده يا عيال ونبقى اقوى عائله. ويشرفني طبعا ان انت مشترك في القناه عندي، فاضغط على كلمه اشتراك الزرار الاحمر وفعل زر التنبيهات وبس. خلينا نبدا. اوكي يا شباب، زي ما شفتم في المقدمه النهارده قررت ان انا اشوف يا عيال بوبي بلاي تايم بس في الحياه الحقيقيه وباشكال غريبه وحاجات غريبه وفي محل العاب ظهر بوبي بلاي تايم. متخيلين محل العاب والساعه 3 بالليل هيقعد 24 ساعه في محل العاب عشان نشوف هل بوبي بلاي تايم موجود بالفعل ولا لا؟ ده اللي احنا نشوف حلقه النهارده. بس قبل ما ابدا سانكس الدوس وورلد تي في فور ذيس فيديو سانكس مان فور ذيس فيديو اند احلى لايك. عايزين نوصل للمقطع ده 60,000 لايك، والمقطع ده كمان 60,000 لايك، يعني انزل دلوقتي اضغط لايك نوصل المقطع ده عدد لايكات اكتر من عدد اللايكات ده عشان اعرفوا ان المصريين وجميع الدول العربيه فوق راس اي حد، ونوصل المقطع ده 100,000 لايك كمان. فحطوا لايك واشتركوا في القناه زي ما انا مشترك في قناته كده، وفعلوا زر التنبيهات، وشكرا كل واحد عمل الطريقه دي. وبسم الله خلونا نشوف صاحبنا ده عمل ايه. نوطي الصوت كده طبعا معايا ابو السحسح في الخلفيه، لان النهارده عندنا حاجه. تخيل كده السحسح هيخش محل العاب كده ويشوف محل الالعاب. يلا بسم الله خلونا نشوف. شوفوا يا شباب، هو هنا بيتكلم. اوكي هنا بيتكلم على ان هو هيخش محل الالعاب ده الساعه 3 بالليل زي ما انتم شايفين. محل الالعاب اهوت اسمه توي روز اتوقع. هيدخل هو محل الالعاب دوت ويقعد فيه 24 ساعه، ده اللي نعرفه حاليا. وزي ما انتم شايفين هو جايب العربيه بتاعته بالليل. وبسم الله يلا بينا. اوكي ده مش واحد على فكره، اتنين هاجي واجي. اوكي هو بيتكلم عن اسم المحل دلوقتي وعن اللي هيحصل. Closing its doors today. John Schumo has more. Oh my God! The famous ass. يب يب يب. بيقول لك ان الهاجي واجي ظهر في محل العاب موجود في امريكا اتوقع، اللي هو اسمه تويز روز اللي هو داخل له ده. يعني فعلا ممكن نلاقيه في لحظه من اللحظات بتاعه مقطع النهارده. شوف All I remember is that Toys R Us was going bankrupt and there's a bunch of haunted stories now because they went under. So tonight I'm gonna be sleeping. اوكي. Toys R Us. What؟ ده تعرف يعمل ايه؟ عايز ينام جوه المحل. What؟ ازاي ده اصلا السكيورتي هيطلعه بره على طول؟ ايه ده؟ ما اعرفش هو هيعمل كده ازاي الصراحه. خلونا نشوف. بيقول لك عنده شعور ان الهاجي واجي هيكون جوه. او ماي جاد. So the only way to see Huggy Wuggy at a toy store is to sleep overnight. لا 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 الولد ده مجنون حرفيا يا سحس. بيقول لك قبل ما يبدا المقطع لايك واكتب واكتب كومنت عشان بوبي ما يجيلكش البيت. يما اعوذ بالله يما. بسم الله. كل ده طبعا هيبقى حقيقي جدا 100%. اوكي هيقعد دي اول ساعه ليه هناك، هيبدا اول ساعه. حطوا لايك واشتركوا في القناه. اوكي خلينا نشوف هيعمل ايه. اوكي انا معاه للاخر طبعا. العربيه بتاعته اسطوريه، اهنيك على العربيه الصراحه. الف مليون مبروك مبروك. اوكي بيقول ان هو بيقول ان هو بيحبكم جدا. والانترو يا برو. اي اوكي ده تحدي اتوقع نيو فيديوز. بيعمل تحدي كل اسبوع ل 24 ساعه، فهو تحدي النهارده في محل العاب. يلا بينا. اوكي محل العاب كويس جدا، حبيت لعبه الديناصور اللي على الجنب دي. وباتمان. اوه عربيه باتمان. او ماي جاد. ايه ده؟ اها اتوقع ان هو بيخبي الكاميرا الاولى. طيب خلونا نشوف هيعمل ايه. هن
والله صاحبنا ده مجنون الصراحة يا سحس، يعني انت متخيل اللي هو بيعمله ده؟ شكله كده يعني شارب لك جرعة زيادة من الدواء، فاهم؟ ايوه جاي لنا يعني بص حرفيا هيفك الالعاب اللي موجودة عشان يقدر يحط الكاميرا ويخفيها عشان الهاجي وواجي ما يشوفهاش. طيب ايه الالعاب اللي هو بيطلعها دي؟ انا مش فاهم حاجة حرفيا، بس خلونا نشوف هو بيعمل ايه برضه. بس زي ما انتم شايفين هو بيطلع الالعاب من مكانها عشان يحط الكاميرا بتاعته يثبتها. وات دي شنط العاب سنايبر دي اتوقع. سنايبر توي بتاع العاب اطفال يا عيال. اوكي شوفوا باتمان هنا، اللعبه دي بحبها جدا، اللي بيحب باتمان يكتب لي تحت في الكومنتات ويضغط لايك وهو نازل. اوكي هو بيعمل ايه ده؟ اوكي والله يا عيال هو تقريبا بياخد من كل لعبه حاجه، ده اللي انا شايفه لحد دلوقتي او حاجتين. اوكي يا رب بس اللي في بالي يكون صح، ان هو يلاقي مكان كويس. انا عايزه يلاقي مكان كويس عشان يقدر يحط الكاميرا. يا اخي الماسك اللي هو لابسه ده عليه بوسه كده. وات شوف شوف الماسك، استنى ما يجي عليه. اوكي هحط كاميرا هنا، هي شايف الماسك. والله الماسك الماسك تقريبا بناتي، فاهم؟ عارف يا محمود انا بفكر ان انا اشتري بدله كده بتاعت بوبي الشرير. لا لا انت عارف انا بفكر في ايه؟ انا بفكر اروح محل الالعاب واعمل نفس اللي هو بيعمله ده. اه والله ياب ياب تخيل كده. شوف الديناصورات. اوكي حط الكاميرا. اوكي هو بيحاول على قد ما يقدر يعني ان هو يدور في المكان على مكان كويس، مش عايز يعمل اي حاجه. اوكي يلا بينا هيدور عليه. بسم الله. وما بيدور على اي حاجه فيها اشتباه الهاجي واجي، ده اللي انا اعرفه لحد دلوقتي، ان هو بيدور على اي حاجه لها علاقه بالهاجي واجي في المكان عامه. فايه اللي انتوا تتوقعوا لي علاقه بالهاجي واجي؟ الهاجي واجي كان في مصنع مهجور. المصنع مهجور ده كان بيبيع الدمى، فاتوقع ان الهاجي واجي في قسم الدمى في محل الالعاب. صح يا سحس؟ محقق كون انا عندي مخ يعني. ولا مش عندي مخ؟ يس عندي مخ، انا مش بطاطس. ولد لسه بقول. اوكي يلا خلينا نشوف ده. ده اتوقع ان ده كتب. هنا دي شنطه. اوكي حط الكاميرا، حط الكاميرا. اوه اوه ده هو اللي دخل. ولد انت متفق مع اصحاب المحل ولا لا؟ ما تقولش يا سحس. لا 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 دخل الموبايل في جيبه. ياب 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 ماي جاد. خلونا نكمل ونشوف صاحبنا المجنون. وتقريبا دخل من خلف العمال اللي موجودين في محل الالعاب، ودخل استخبى ورا الالعاب عشان كده هو كان بيخرج الالعاب في الاول، فاهمين ازاي؟ عشان هو ينام وراها طول الليل. اوكي هو لقى المكان الكويس. انا المشكله خايف لا يتقفش، لو اتقفش هيعتبروه سارق على طول، بس لو شافوا الكاميرات ممكن يغيروا رايهم طبعا، ممكن يقولوا عليه مجنون من الاخر. تخيلوا واحد داخل بيدور على الهاجي واجي في محل العاب. تخيل كده. السلام عليكم انا بدور على الهاجي واجي، اطلع بره يا كلب. اوكي خلينا نشوف. بيقول لك الموضوع بجد مرعب، بس هو فعلا جايب بزاويه المحل اسطوريه. ان هو هيشوف الهاجي واجي النهارده، يعني هيشوف الهاجي واجي النهارده واحنا نشوفه معاه، فخلونا معاه. اوكي الموضوع بالنسبه له صعب يا عيال في القعده وكده. كان عنده مشاكل في ان هو يستخبى في المكان دوت، لان او رجله زقت البتاعه وكشفته. شكل حد هيسمعه، مش عارف حاسس كده برضه، بس ربنا يسترها بجد. اه دلوقتي خبى نفسه اكتر، واتوقع ان محدش هيشوفه. والله قفل على نفسه المكان فعلا. يوف ايه ده؟ في حاجه صدى وراه. ها؟ يا رب تكون لعبة. لأن أنا خفت يعني، يا رب تكون لعبة. أنت موت صوتك ليه يا صاحبي؟ أنا مش سامعك. حتى أنا والله ده أنا مفيش صوت أصلاً. بص استنى استنى. أيوه المفروض كان اسمه. أوكي هو بيتكلم بالراحة، وبيتكلم إن هو بيتكلم معانا بالراحة ليه؟ بيتكلم معانا بالراحة عشان مش عايز حد من العاملين في المتجر أو اللي هو توي ستور دوت أتوقع ما يجيش ويخرب عليه اللي هو عايز يعمله. فهو هيبدا ان هو ينام دلوقتي. بعد ساعة شفتوا؟ بعد ساعة. اوكي اتوقع ان المحل قفل. تتوقعوا قفل المحل ولا لسه؟ سحس تتوقع المحل قفل المحل الالعاب ولا لسه؟ اتوقع ان هو قفل اصلا. اوكي لو محل الالعاب قفل دلوقتي فاتوقع 100% ان هو المفروض يخرج ويدور في المتجر وهو مقفول، لان دي انسب وقت ان هو يدور فيه على هاجي واجي.
اوكي. اه ده عايز يطلع الساعة 3 بالليل، مش عايز يطلع في اي وقت. 12 الساعة 12. لا الساعة 12 في منتصف الليل. اوكي هيخرج دلوقتي ولا ايه؟ طيب اوكي، بيقول لك المكان بالنسبة له جدا مرعب. اوكي حط الكاميرا تقريبا عشان يخرج. ها تخرج ولا ايه؟ ولا اها بينظف الكاميرا. طيب هو طب ورينا من فوق كده. طيب لكون هاجي واجي معدي وانت مش شايفه يا عم، احنا نشوفه لك. اوكي بيقول لكم على العموم دلوقتي الساعه 12، بس قعد كتير جدا يعني ساعه وبعد كده الساعه 12. هنلاحظ كده برضه. اوكي خرج بس تقريبا المحل ما قفلش اتوقع. ايه ده؟ في اصوات غريبه، في اصوات وشوشه في الباك جراوند. اوكي ده المكان بتاعه اللي هو كان نايم فيه. طيب بيقول لك هو عايز يبقى حريص بعد كده. طيب بيقول لك عشان السكيورتي ما يشوفوش في الكاميرا بتاعت المراقبه. اوكي حط الوقت على قد ايه؟ الساعه 12. الساعه دلوقتي يعني قعد تقريبا بقاله تقريبا بالظبط ساعه ونص من اللي احنا شفناه، يعني تقريبا نقول بقاله مثلا ساعتين. ساعتين في المحل، استني المحل يقفل. يعني ما قفلش لسه المحل، ما قفلش عنده، المتجر ما قفلش. اوكي اول ما المتجر يقفل على طول هو هيبدا يدور على هاجي واجي. اوكي ولسه والله حركات نينجا يا عيال. اوكي قاعد بيعمل حركات نينجا، اتوقع ان هو فعلا هيلاقي هاجي واجي النهارده. او ماي جاد هو دخل قسم السكيت اتوقع. اوكي دخل يدور في القسم الحريمي. اوكي دخل محل العاب. دخل لا 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 دخل الدومة. دخل الدومة بيقول لك الدومة دي بالنسبة له مرعبة. بص الابتسامة يما اعوذ بالله. اوكي الموضوع مرعب جدا يا عيال، بس ان شاء الله يكون مطمن في الاخر ويعرف يشوف الهاجي واجي. هو حاليا عشان تبقوا عارفين، ولو شاف الهاجي واجي الوضع مش هيبقى مطمن لان انا مش هنام. ربنا يستر. بيقول لك بالنسبة له الدومة دي مرعبة. اوه ايه ده ايه ده؟ عينيهم بتتحرك. يب انت ما لاحظتش؟ والله واحدة بتبتسم. اعوذ بالله من غضب الله. اوه يا جاد ربنا يسترها. الساعة بقت 3:30 3:30 بالليل. ها ايه ام اتوقع؟ لا ايه ام يعني فعلا يا عيال قعد بالظبط لحد بعد منتصف الليل زي ما هو قال هيروح الساعة 3 بالليل. اوكي طب انا عايز اعرف حرفيا هم سايبينه ده كله قاعد في المحل ازاي؟ تخيل واحد 3 ساعات بيجيب لعبه. استنى وسايبين النور كيف ده؟ هم لسه ما قفلوش اتوقع. المفروض يعني ان هم لسه ما قفلوش اصلا لان النور كله قايد، بس تقريبا حتى لو قفلوا النور بيسيبوه قايد يعني طبيعي يعني. ايه ده؟ هو الكلب ده اتكلم ولا انا غلطان؟ عمل انا ما سمعتش حاجه الصراحه. اوكي المكان ده ايه ده؟ انت شفت اللي انا شفته؟ اسكت الهاجي واجي عدى جري في متجر الالعاب اقسم بالله. انا شفته يا ماما يا قلبي. ايه ده؟ سلامي. ايه ده يا عيال المشكلة؟ انا شفته هاجي واجي بيعدي. مين شافه اكتب لي تحت في الكومنتات. اوكي ريلاكس يا محمود، عادي جدا مفيش اي حاجة الموضوع ايزي جدا مفيهوش اي حاجة. اوكي هو دخل قسم التويز تاني او اللي هو قسم الالعاب تاني. تويز روس. لا والله بجد يعني عايز اقول لكم انا مرعوب لحد دلوقتي. دخل قسم لونه ازرق فازرق فالموضوع، وبوبي لونه ازرق فيعني مخيف يعني ازرق. انا حاسس ان هو هيطلع في وشي دلوقتي. ان شاء الله لا ان شاء الله لا.
بيقول هاجي واجي وير ار يو، هاجي واجي وير ار يو، هاجي واجي وير ار يو. طلع في وشك ما تعيطش بقى. انا يلا لا خلاص. لا هو انا بحسب انا لا اكون بقول لما اقول هاجي واجي يطلع من لا لا اساس خلاص اساس بقى والله العظيم يا عيال الساعه 7 الصبح يعني تخليني قاعد طول الليل عدى والصبح خايف. اوكي خلينا نشوف. اوكي في انا العب شكلها مخيف وعيونها شكلها مخيف حرفيا. ام طلع او لا يا يعني. شوف الميني من الاصفر ده اسمه ايه يا ابو موسى المينيون اللي هو ابو موسى ده موجود هنا. عايز اما نروح هناك نبقى نشتري واحد اساسا. يب لحد دلوقتي وضعه مظبوط وهو شغال على البلين بتاعته او الخطه بتاعته وظابط. ايه ده ايه ده ايه ثانيه شايف ده؟ اه شايف ده؟ ايوه شايف ده؟ ايوه شبه مين كل ده؟ هاجي لا اقسم بالله شبه الهاجي واجي. عينها تتحرك والله شبه والله شبه الهاجي واجي. على فكره محدش خد باله من الموضوع ده ولا هو خد باله. يب انا خدت بالي انا وسحس. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انا مش اتخضيت انا اتفزعت من مكاني. هي ايه الكمامه اللي هو لابسها دي كله سبب؟ يا عم كمامه ايه بس يا ساس خلينا في الهاجي واجي والله العظيم انا اترعبت اتخضيت من مكاني ربنا يسترها. انت جيبون يا اخي جبان ايه بس يا عيال والله انتوا مش خضيتوا برضو. محمود بالصورة كده خلي بالك خلي بالك بس يلا خلي بالك. بيقول لك في الوان هنا بيحب هو الالوان بس مش عارف ايه معناه في كده بس هو بيحب الالوان الرسمي يعني عادي طبيعي جدا. عارف انا نفسي في ايه؟ ايه؟ في عجله لونها ازرق. ساحس قصدك ايه؟ ونفسي انا نفسي في السكيت الازرق ده والله كان عندي سكيت يا عيال بس متدمر يعني. اوكي يعني واحد كنت بلعب بالسكيت بالحمد مش مشكله. اوكي خلينا نشوف. خايف لا يطلع له من جنبه كده يسلم علينا كده. اوكي في كيور اوب اوكي ور سحس انا نفسي اروح المكان ده سحس وديني المكان ده بالله. اه والله ده فين ده؟ ده فين ده؟ في روسيا ده ولا فين؟ صفرنا اروح اكبش كده يا عيال كده والله. اوكي في اقل حاجه هناك ب 1000 جنيه بقى. بيقول لك هو سامع صوت الهاجي واجي وفعلا في اصوات غريبه. اوكي او بس يا ساس انت بتهزر. بس يا ساس بيقول لك لو في هاجي واجي اطلع يا هاجي واجي اطلع لو انت موجود. ايه ده؟ محمود بص وراك يا عمي. اوكي فين المكان اللي هو كان نايم فيه؟ هو هيجي دلوقتي هيعدي في وشنا ده. اوكي مفيش حاجة الحمد لله. اوعى مفيش حاجة مفيش حاجة المكان اللي هو كان نايم فيه ده اتوقع. لا مش ده مش ده. طب خلينا نشوف. اعتقد هو في حتة المارفل اصلا. اوكي المارفل دي اللي هم اللي خارقين دولت صح؟ الفضائيين هو مش شايف الفضائيين اللي وراه دولت ستار وورز يابا كلهم وراه كده بتاع الاخضرايه ده جامد تخيل كلهم يقوموا صاحيين كده خد بعضك واجري. روبلوكس او لا مش روبلوكس نينجا جو يابا او ليجو نينجا جو ايه؟ ليجا نينجا جو ولا ليجو؟ والله نينجا جو ده جامد. اوكي اتوقع ليجو نينجا جو ده اسمه ليجو ولا نينجا جو؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لا بص نينجا جو ده مسلسل حاجه اسمها ليجو فاهم؟ ليجو هي ذات نفسها ليها مسلسلات كتير. فهمت فهمت اوكي. واحد بيسمع صوت غريبه نفس اللي احنا سامعينها يا عيال. اتوقع ان شاء الله انتوا تسمعوا الصوت ده. ده صوت صغير جدا. اوكي. بيقول لك ما بقاش يظهر من اخر مرتين ظهر فيهم. يبقى هو لحد دلوقتي فعلا ظهر مرتين. حد في جوع اجري 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 من الهاجي واجي.
بيجري عيال هيعمل ايه؟ ممكن يموت. اوكي ما تقوليش هيستخبى في نفس المكان. ايوه ايوه ده مجنون، ده المكان ده المكان. اوكي خلينا نشوف هيعمل ايه في الاخر. خرج بعد يوم كامل، يوم كامل في محل الالعاب مع الهاجي وواجي. انت مجنون والله العظيم، البني ادم ده فعلا مجنون والله يا عيال. مشكلة ان هو خضني كذا مرة فعلا، الهاجي واجي ظهر له. الحمد لله الحمد لله، المقطع عدى الحمد لله. اتمنى اكون استمتعت بالمقطع ده. اشوفكم المقطع الجاي على خير الله. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات وبس. اشوفكم المقطع الجاي على خير الله. سلام سلام، باي باي باي. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.